صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. يبقى لبنان عالقا بين أزمتين، أزمة النفايات وأزمة الرئاسة. في أزمة النفايات موعد جديد في مجلس الوزراء لحلها يوم الاثنين، والحل المقترح هو ترحيلها إلى خارج لبنان، ولن تظهر النتيجة إلا بعد نقاش واسع ومتشعب وحاد ربما في الجلسة، لا سيما وأن التكلفة قد تكون كبيرة، وقد يكون لدى البعض أسئلة تتعلق بالشركات المرحلة وما إذا كانت محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. في أزمة الرئاسة يبدو أن كلام المرشح النائب سليمان فرنجي لكلام الناس مع الزميل مرسال غانم في LBCI قد أثار المزيد من التحفظات لدى حلفاء فرنجي، ما زاد من العقد في وجه مبادرة الرئيس الحريري، إلا أن جهات أخرى مؤيدة للمبادرة تقول إن هذا الكلام كان بمثابة تأكيد على صوابية خيار الرئيس الحريري والتوجهات الوطنية للرئيس العتيد. وكان ينقص لبنان الجدل المتصاعد في شأن التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب وإدراج اسم لبنان في إطاره، ورأس الحربة في الاعتراض على ذلك هو حزب الله. تبقى الإشارة إلى أن مجلس الأمن دخل بقوة على خط الأزمة السورية من خلال قرار بالإجماع يضع خارطة طريق للحل، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم رئيس حركة التغيير الأستاذ إلي محفوظ، ومعه نناقش هذه التطورات. أهلا وسهلا فيك بالـ LBCI. صباح الخير. بدنا نشوف أنا وياك مثل العادة والمشاهدين حركة السير على بعض الطرقات صباح هذا اليوم السبت، يعني اليوم السبت تقريبا انه فينا نقول يوم عطلة، بس عم نشوف في كثافة سير باتجاه بيروت، بتصور لانه بنقرب من الاعياد يعني العالم عم بتزيد من الحركة، اما باتجاه الشمال فالحركة طبيعية. منطقة بولفار شارل حلو عم نشوف فيها حركة طبيعية، ما في اي عجقة سير لا باتجاه وسط بيروت ولا باتجاه تمثال المغترب ولا باتجاه المرفأ. ساحة ساسين بالاشرفية كمان الحركة فيها طبيعية مع توقف عند التقاطع. شارع الحمراء كمان حركة طبيعية، ما في عجقة سير لحديث هلأ. عم نشوف منطقة الدورة عم نشوف ضغط سير وعجقة سير كتير قوية باتجاه منطقة نهر الموت، بينما باتجاه الكارنتينا الحركة طبيعية. طريق المدينة الرياضية المطار عم نشوف عجقة سير كمان كتير قوية باتجاه نفق سليم سلام من السير اللي جاي من صوب الجنوب، أما باتجاه المدينة الرياضية والمطار والجنوب فالحركة طبيعية. عم نشوف ايضا ساحة النجمة بمدينة صيدا، كمان يبدو مدينة صيدا عم تشهد ضغط سير يوم هذا السبت. يعني يبدو انه هيك شوي الحركة عم تتحسن قبل الاعياد ان شاء الله. ان شاء الله كان في هيك صرخة عند التجار انه حركة المبيع والشراء متراجعة، يعني الوضع السياسي اكيد اثر على الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي برمته مش بس بفترة الاعياد، يعني نحن نقارب على مرحلة الخطر بالوضع المالي والاقتصادي، ومش من هلأ، صار لنا فترة، وزادت الأمور تعقيدا منذ أن شغر قصر بعبدة من رئيس سيد القصر. فطبعا هذا الموضوع بده يرتد سلبا على كل القطاعات، مش بس الاقتصادية والمالية، على القطاعات الوزارية، على معالجة مسائل مثل النفايات وغير النفايات. يعني مسألة النفايات رجعت مطروحة عن جديد بقرار له علاقة بترحيل هذه النفايات إلى خارج لبنان، وكلام عن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد يوم الاثنين. هل برأيك يعني ستكون هذه الجلسة خاتمة ملف النفايات، أم أن الأمور مرشحة يعني للمزيد من المماطلة والمزيد من البحث؟ ليك للعدل والإنصاف، وأنا مني خبير ببيئة ولا بموضوع النفايات، ولكن الحق يقال، اللي صاير اليوم وراح نشوفه يعني الأيام القليلة الجاية هو عملية ترحيل أو تسفير النفايات من لبنان، واللي راح نتكبد كلنا كمكلفين لبنانيين راح نتكبد أموال طائلة، واللي بيتحمل مسؤولية هذه الخسارة الكبيرة هن ذات الأشخاص اللي رفضوا خطة أكرم شهيب. خطة أكرم شهيب، وأنا ما عم أقول هي يعني أقصى المرتجى، ولكن بالحد الأدنى كانت مقبولة. كل اللي وقفوا بوجه هذه الخطة ومنعوا من إقرارها وأحقاقها، ببلش من جماعة اللي كانوا عم يتظاهروا بالشارع، وبوصل إلى من أطلقوا على أنفسهم خبراء بيئيين وصاروا ينظروا على الناس، وصولا إلى هذه الحكومة. والحكومة ما بحياتها بتاخد، مش بس بلبنان، بأي دولة ما بنطر الناس تقلي إذا راضية أو مش راضية عن قراراتها. ما في دولة شعبها بيقبل بالقرارات اللي بتاخدها، وإلا كارثة، بتوقف حركية الأنظمة والجمهوريات والتطبيق القوانين. مشان هيك بدي أقول أنه رحنا هلأ على يعني على قرار
أهوج، رح يكبدنا خسائر كتير كبيرة، ومثل ما قلت اللي بيتحملوا مسؤولية اللي بده يصير اليوم. وبتمنى ما أسمع أصوات يقولوا أنه في سمسارات وفي صفقات، لأنه أنتوا اللي رفضتوا خطة أكرم شهيب بتكون تتحملوا هذه المسؤولية. وبدي أختم وأقول أنه ما بقى يأخروا هذه العملية، رايحين على سرطنة الأربع ملايين لبناني بالإضافة إلى القاعدين عندنا من برات لبنان. فالعملية ما بقى تحمل لا تنظير ولا هيدا يقول انه صفقات وسمسرات وشركات. صرنا عايشين بعلي بابا والأربعين حرامي اكتر من 400 سنة بلبنان، مش اليوم على ازمة النفايات بتكون تردونا صحيا وبيئيا 400 سنة لورا. بس يعني السؤال الاساسي انه خطة الوزير اكرم شهيب كانت موجودة، مثل ما قلت صار في اعتراضات من هون ومن هون ومن هون، وصار في مسائل سموها حتى مطامر طائفية، ليش بتعملوا مطمر بهاي المنطقة ومطمر مش بهديك المنطقة؟ ولكن بالنهاية طيب كمان هودي الناس عم يفتشوا على محل يوجد فيه ثقة من قبل هذه الإدارة، من قبل هذه الحكومة. هذه الثقة كانت مفقودة، يمكن يعني هذا العامل هو يلي أثر بشكل كتير كبير على ردة الفعل يلي عم تحكي عنه. أستاذ بسام، أنا بدي أخذ عينة من هذه المطامر وأحكي مثلا عن موضوع النعمة وحق الأهالي أنهم يعترضوا وحقهم يبدوا ملاحظات، ولكن طوال فترة إقامة هذا المطمر وكان المرسوم له أنه يصير يتحول إلى محمية أو إلى حديقة عامة لننتقل إلى منطقة أخرى، وهيدي الحال يلي يعني موجودة بكل المناطق اللبنانية، هل الأعراض والأمراض يلي عم بتصيب أهل النعمة والجوار اليوم بسبب تناثر وتساقط النفايات بشكل عشوائي أقل أو أكتر من اللي كان فيها وضع المطمر بالسابق؟ لا، سريعا بجاوبك أنه هلأ الوضع صار أسوأ، بيسرطن الناس. قبل ما كنا عم نسمع بحالة اليوم النفايات موجودة وين ما كان بكل مناطق جبال لبنان، هذا عم حاول يقوله أنه يعني منع موجودة. أنه امتناع الأهالي وهيك بشكل يعني اعتباطي ونزلوا أنه نحن ما منقبل يصير عنا مطمر، وهون بدي حمل الدولة مسؤولية اللي صار. الدولة ما بتسترضي الناس وقت بدها تاخد قرارات، مش كم واحد بيئي أو كم شخص بالحراك، مع احترامي لكل الناس وأراءهم، بدهم يمنعوا حركية الدولة وقال لك يرسي رايحين على شريعة غاب. طيب اليوم شفنا هذا الاعتراض على ملف النفايات، طيب بكرة مين بيقول لي ما بيوقفوا الناس بوج على سبيل المثال الحصر تسليح الجيش اللبناني؟ وشفنا وصلنا على مشارف الخطر بدفع رواتب العسكريين. وهلما جرى، لذلك عم قول انه وقت بكون عندك حكومة مركزية قوية ماسكة ومتماسكة، مش كل واحد بيغني على ليلى، مش جايبين من كل واحد قصقص ورق وسويهم وزراء وبنعمل بنسميه مجلس وزراء، طبعا بدك تستحصل على هيك نتيجة. بس ما هي المشكلة هون اللي عم تقول عنها، انه اليوم مجلس الوزراء كل الاطراف ممثلة فيه، يعني او غالبية الاطراف السياسية ممثلة فيه، وغالبية الناس التي تنتمي الى هذه الاطراف السياسية تعاني من ازمة النفايات. طب لماذا هذه الأحزاب وهذه التجمعات وهذه التيارات لم تبادر يعني إلى حل هذه الأزمة يلي صار ست أشهر؟ الله يطول بعمرك يا مار نصر الله بطرس صفير، بتذكر كلام كثير حلو له ومعبر جدا وقت اللي سئل عن كنا بظروف تشكيل إحدى الحكومات، وقال ما فينا نجمع الأضداد، وأعطى تشبيه قال الحكومة اللي بتجمع أضداد يعني كلها موالاة ومعارضة بذات الوقت بتشبه العربي اللي بجرى حصان من قدام ومن خلف، فلا بتمشي العربي وبتتعطل حركة السير. هذا اللي عم بيصير بالحكومات يلي يعني بيضحكوا على الناس وساعة بيسموها وفاق وطني وساعة مصلحة وطنية وساعة ما بعرف شو. كل دول العالم ومفاهيم الديمقراطية بتقول بتعمل انتخابات، اللي بينجح بشكل حكومة، اللي ما بينجح بيكون معارضة. شو عم بيصير عندنا؟ طب انا ولا مره سمعت انه وزراء بيعترضوا على حركات الدوله، وزراء بيشاركوا مع المتظاهرين على، وابشع ما يمكن ان نسمعه استاذ بسام، وزراء بيطلعوا بيبكوا على الناس. اوكي شاب، انت المسؤول، عم يعمل تبكي، انا اللي حق ابكي، انا مواطن لبناني ببكي مش انت بتبكي. انت اذا بدك تبكي كمسؤول فل على بيتك. هذا اللي عم نقوله. وهلا نحن يعني فايتين بتونيل جديد، هو موضوع ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبتمنى إذا 8 أدار أو القوى الموالية لحزب الله نجحت بانتخابات النيابية شكل حكومة لحالهم. ويمكن هيدا من أخطاء الاستراتيجية اللي ارتكبتها 14 أدار، أنه كانت على مضض تشارك لعله وعسى، ما بقى فيه لعله وعسى، شفنا وين عم بيصير. وخلينا نجرب الآخرين بالحكم، لا وقت اللي نجحنا ما قدرنا نحكم
وبالمعارضة ما قدرنا نعارض مثل ما لازم. لذلك عم نقول انه تطبيق الديمقراطية ومفاهيمها واصولها بحسب ما هو معتمد بكل دول العالم، حتى بالدول المتخلفة في موالات وفي معارضة باستثناء لبنان، بدهم يجمعوا الكل لانه في هذا الصحن وفي هالشقفة الجبنة الكل لازم يأكلوا منه. عاد بس هذه ازمة النفايات تصيب الموالات وتصيب المعارضة، يعني تصيب 14 ادار وتصيب 8 ادار وتصيب غيرهم. وبعدين اذا 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 في خلاف على معالجتها، يعني الخلاف على شو؟ على التقاسم الحصص المالية ولا على يعني لانه والله في خطط بيئية مختلفة للأسف انت الطرف يعني. للأسف استاذ بسام انه الجشع والطمع ضارب معظم الطبقة السياسية بلبنان، وشفت لك شبعان بحس بجوع الناس، شبعان بيقولوا له في جوع بيقول له وين ماني شايف، على طريقة انه انا بعلم ابني ويصطفلوا الناس عمره ما يتعلموا، وانا بسفر ابني لانه بدي هربه من مأزق ما او من خطر ما، او انا بكون عامل محمية لإلي والزبالة بعيدة عن بيتي. هيك هذا مستوى التفكير اللي صاير عندنا. المواطنية مفقودة عند الطبقة السياسية، عند معظم الطبقة السياسية لحتى ما نشمل الكل. وحس الشعور مع المواطن وانتبه بهذا الإطار بخلال يعني هالأشهر الماضية اللي قطعت، تبين لي انه أخطاء اللي عم ترتكب من قبل، مع احترامي لسائق التاكسي، من سائق التاكسي لا الأكبر مسؤول بالدولة اللبنانية، مسؤوليتهم صارت مشتركة. وعطيت مثل موضوع منع إنفاذ مخططات الدولة، وعلى رأسه على سبيل المثال الحصر خطة أكرم شهيب. بس كمان كيف بتشوف أنه مجلس الوزراء يعني له أشهر لم ينعقد، وأنه هلأ بده ينعقد لحل أزمة النفايات، يعني وكأنه ما في شيء بالبلد إلا هذه الأزمة، وهلأ نحن رايحين نجتمع لحتى نحلها، مش أنه في أمور للناس وفي مشاكل أخرى يجب نقاشها ويجب أنه إيجاد حلول لها واتخاذ قرارها. ليك أنا بدي استأذن دولة الرئيس تمام سلام وإنقل يعني مش حادثة بس حديث أو حوار جرى مع دولته من أشهر كانت بلشت الأزمة. يعني أنا كنت عم بسأله لدولة الرئيس وكانت بداية يعني النفايات كانت بأوجه، انا بعفوية عم قل له دولة الرئيس هلا صارت فوق اوجه فوق اوجه، قلت له دولة الرئيس ما بيجوز هذا اللي عم بيصير، تدعي لمجلس وزراء وخلص فليكن خدوا قرارات. بيجاوبني بالتالي انه ايه فينا نعملها، بس انه كيف باي ادوات، طالما في بعض الوزراء بمراحل معينة تطاولوا على رئيس الحكومة وزيدوا على رئيس الحكومة خلال جلسة رسمية واستفادوا من حضور الإعلاميين ليسجلوا نقطة سياسية. بيقول أكتر من هيك، وأنا يعني عم بنقول حرفيا اللي قال، إنه الزنبرك بهذا الموضوع دولة الرئيس نبيه بري، يلي كان عم بي يعني عم بيصدر النصح بمكان ما لأنه بيعرف شو عم بيصير وين الخلل ومين اللي لاقت مفتاح التعطيل بالبلد، كان هو يعني عم بيقارب هذا الموضوع بحسب رأي دولة الرئيس تمام سلام، وإنه طول بالك إذا عملت مجلس وزراء قد الانفجار الحاصل اليوم يمكن يكون أكبر ونكون بشيء ونصير بشيء آخر. هيدي تماما مثل عشية وقت اللي سألت أحد قادة 14 أدار إنه كيف نرجع مننتخب، نحن ربحنا السلطة ربحنا الانتخابات النيابية ونرجع مننتخب أحد رموز 8 أدار اللي هو الرئيس نبيه بري، بيصرحني وبيقول لي ايه قالوا لنا فيكم ما تنتخبوا، وقتها كان طرح ترشيح عقاب صقر او غازي يوسف انه ايه فيكم ما تنتخبوا نبيه بري، فيكم جيبوا واحد بس تحملوا النتيجة. مشان هيك بلشنا بموضوع الزبالة لننتقل فورا لموضوع انه ايه فيك تدعي لمجلس الوزراء بس تحمل النتيجة. صح. يعني للأسف هذا اللي نحن بس عايشنا. النتيجة ستكون أسوأ مما هي عليه اليوم يعني؟ ايه نحن هلا اذا يعني موضوع الترحيل بتصور انا خلص. لا مش بس بمسألة الترحيل، النتيجة بالبلد ستكون اسوأ على ما هي عليه اليوم. يعني اليوم نحن عم تقول في وضع اقتصادي تعبان، في وضع سياسي مؤسسات معطلة، في وضع امني يمكن لو ما الاجهزة الامنية ماسكة بقوة هذا الوضع الامني كنا نحن مدري وين هلا. انه اذا انعقدت او اذا دعا الرئيس تمام سلام لجلسة لمجلس الوزراء وانعقدت بمن حضر، اذا كان توفر له النصاب القانوني، انه شو المشكلة بده يصير؟ أنا رح نط دغري لأنه حديثك أخذنا على الإقليم، لكون كل اللي حكيناه متعلق بما يجري بالمنطقة وتحديدا على مستوى تجاذب الحاصل بين السعودية وإيران، ويلي يعني منروح دغري على نقطة الأساس اللي هي موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية. الناس يلي أو المجموعة أو الفريق يلي ربط لبنان بما يجري ويدور في سوريا بيتحمل مسؤولية كل هذا السلوك اللي حاصل من وقت الفراغ وقبله لليوم، حتى من قبل
ما تبلش الأزمة بسوريا. أنا بعرف أنه كل الأشخاص وكل الأطراف تورطوا بشكل أو بآخر بالأزمة السورية، ولكن في فرق بين أنا أدعم الثورة في سوريا وفرق ما أنا جند شباب ابعتون وقاتلوا هونيك واستجر الإرهاب إلى لبنان. نحن اليوم وصلنا، صار لبنان مثل الكرفان يلي ملقوط بالأزمة بالمنطقة. وعلى سبيل المثال بآخر محصلة صارت على مستوى ملف رئاسة الجمهورية، وبعكس يعني وأنا ما بعرف منين جابوا منسوب هالتفاؤل اللي حاصل، وباحترامي طبعا لأستاذ سليمان فرنجية اللي أنا سمعته هديك اليوم عندكم بالمحطة، وطبعا كان عم يحكي بثقة كاملة وبثقة المرشح يعني المرشح اللي وصل وكأنه. بس منسوب التفاؤل مش من عنده، جابوا من الرئيس الحريري. أنا عم أقول هو عم ينقل، لا جابوا كمان من الأجواء اللي حاصلة، مش بس من الرئيس الحريري. الرئيس يعني الحريري هو الذي طرح هذه الفكرة، بس هو بس الذي الرئيس طرح. الحريري منه عايش بجزيرة، منه بمعزل، يعني لا يطلق مبادرة هيك من عنده. وعي الصبح وقال أنا بدي سمي أستاذ فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية. طبعا هو عمل اتصالات، أنا اللي عم أقوله أنه هاي الاتصالات ريحت الطريق، عبدت الطريق أمام الرئيس الحريري ليعلن ما أعلنه. ولكن بالواقع العملي إذا منشوف خريطة ما يجري داخل سوريا، تسريع وتيرة المعطيات الدولية على ما حول ما يجري في سوريا بتنفي كليا منسوب التفاؤل، بتقلك لا نحن راجعين إلى مربع الصفر بموضوع ملف رئاسة الجمهورية. ليش بنرجع لمربع الصفر إذا كانت الأمور بسوريا عم بتروح نحو الحلحلة؟ يعني اليوم شفنا في قرار لمجلس الأمن صدر بالإجماع يؤيد وضع خارطة الطريق لفرض السلام في سوريا أو لإحلال السلام في سوريا. إذا كانت الأمور تتجه في سوريا نحو الحل أو نحو التهدئة أو نحو يعني بداية طريق لوقف إطلاق النار وما يستتبعه ذلك، ليش نحن بدنا نكون بعيدين عن هذا التفاؤل؟ أول شيء اللي عم يجري على مستوى دول تعطيك كثير من المؤشرات. بداية إعادة ملف تسمية حزب الله وتوصيفه بالإرهاب من أول وجديد، رجعوا حطوه على الطاولة. عم تحكي عن القانون اللي طلع عن الكونغرس الأمريكي. إيه مش بس الكونغرس الأمريكي، بالسعودية موضوع بالسعودية منع المناطق. هيدا منه يعني هيك شغلة هيك عفوية. لا، هيدي الأمور سلسلة مترابطة ممسوكة ببعضها، بتبلش بسوريا وما بتخلص باليمن. ما فاجأك مثلا أنه تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية مثلا لم ينعكس على موضوع حزب الله؟ يعني بالعكس صار في تشدد به الموضوع. ليك ليش عم نعطي مؤشر موضوع الرئاسة لحتى أعرف شو في بمكنونات إيران؟ طالما لليوم حزب الله وهو الأقدر في لبنان على تغيير خريطة الواقع السياسي، وعم كون منطقي وموضوعي لأنه هو من يمسك بزمام الأمور، لأنه يملك السلاح وهو له الغلب السياسي، وأنت بتعرف اللي بيحط الفرد على الطاولة بيقدر يفرض شروطه. طالما هذه اللحظة حزب الله لم يفرج عن ملف رئاسة الجمهورية، وأنا عندي نظرة خاصة أنه هو يعني مناقبة مع العماد ميشيل عون، وأنه هو في موقف أخلاقي مع العماد ميشيل عون. كلنا بنعرف أنه وقت اللي بتصدر الأوامر من إيران تحديدا، وأكثر تحديدا من الحرس الثوري الإيراني، لأنه بتعرف في خطين أو في جناحين بإيران، في جناح الحرس الثوري الإيراني واللي هو الغلبة لقاله لأنه هو اللي لاقط اللعبة العسكرية. طالما أنا حزب الله لليوم عم بيقول أنه أنا مصر على ترشيح العماد ميشيل عون، معناتها ملف الرئاسي بعده مسكر عليه. بس هون لفتني بحديث الأستاذ فرنجية في تناقض. حزب الله يقول شيء وما قاله الوزير فرنجي شيء حول أنه هو حط حزب الله بالجو وأنه عم بينسق بشكل كامل مع حزب الله. هون في تناقض بين الفريقين، بين ما أعلنه الأستاذ فرنجي وبين ما يصدر تباعا عن من مواقف من حزب الله. وما بعرف هون يعني مين عم بيقرب على الحقيقة أكتر، ما عندي معلومات بهذا الموضوع، بس اللي بقدر أقوله في تناقض. حزب الله كان واضح أنه هو مستمر بدعم العماد عون ويعتبر أنه هو المرشح على رئاسة الجمهورية. ممتاز هذا الكلام، بس أنا اللي أقوله أنه أستاذ فرنجية قالوا للنائب سليمان فرنجية أنه أنت معنا وبخطنا ونحن ما عنا شيء ضدك. إيه بس قال أكتر من هنا في جملة كتير مهمة قالها الأستاذ فرنجية، أنه أنا كل شيء عملته من وقت اتصالي بدولة الرئيس الحريري حتى لقائي معه حتى اليوم، أنا عم نسق بشكل كامل مع فريق حزب الله. والجلسة مع سيد حسن نصر الله ك
كانت بهذا الإطار. وقال يعني ما استحى الرجل أنه إيه أنا ما شفت سعد الحريري إلا ما كنت منسق مع حزب الله بهذا الموضوع. في حلقة مفقودة بهذا الإطار بين الفريقين. أنا برأيي اليوم بعد بكير نكشف شو اللي صار بهذا الموضوع. إما وهذا تحليل شخصي ويمكن يكون مخطئ بهذا الموضوع, إما الأستاذ فرنجي شعر بأنه إنها لحظة تاريخية مؤاتية لحتى أوصل على بعبدة خليني استفيد منها, لأنه بتعرف توقفت مليا عند الإشادة اللي عملها الوزير فرنجي برئيس الحريري. لا وأشاد كمان بآل عبد العزيز, يعني أشاد بي العائلة. ما هولي بيصبوا بالفكرة الوحدة اللي بدي أقولها, أنه أحدهم مزح وقال سليمان فرنجي طل وكأنه أحد أقطاب 14 أدار وليس من فريق 8 أدار. وهيدا يعني هذا اللي أدى إلى مآخذ كتير كبير عند حلفاء النائب سليمان فرنجي على كلامه الذي له علاقة بهالموضوع اللي عم تطرح. بس برضو بقول انه بعده ملف الرئاسي, وانا بدي اقول انه يا جماعة ما كتير تتفائلوا, وبعد بكير يعني ندق جراس الكنايس ونقوص, لانه من الواضح انه في معارضة شرسة بالداخل اللبناني وتحديدا بالداخل المسيحي, وعلى رأسها فريقين اساسيين هني العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع. ما حدا بيقدر يتخطى. هلأ بتحبون ما بتحبون, بتأيدون قديش بتعطيهم نسبة بالتمثيل, هن اليوم الأكثر تمثيلا بالواقع المسيحي, وما حدا بيقدر يتخطى هذا الواقع. مشان هيك عم قول انه العصمة اليوم بإيد الثنائي جعجع عون. وسريعا بقول لك أي واحد من الاثنين يعني يبادر إلى إعلان تأييده للوزير الفرنجي كون أكيد بتصير الجلسة يمكن ويصار إلى الانتخاب, ولكن القصة منا هون, ومش من الواضح أنه في يعني انسجام أو في تجاوب مع هذه المبادرة. وبحديث المبادرة إذا بتسمح لي بس كلمة أخيرة, كتار أخطأوا بين المبادرة وبين التسوية. من حق دولة الرئيس سعد الحريري أن يبادر حكما وحتما, مش لأنه زعيم سني وزعيم تيار المستقبل ما له حق, لا بالعكس له حق وحبة مسك, لأنه ما حدا بعيب على حدا يقدر يرشح اللي بده إياه. مبارح وليد جنبلاط أستاذ وليد جنبلاط رشح أونري حلو من المختارة ومؤيد لترشيح النائب سليمان فرنجي, وهيدا التناقض يعني كمان نحكي فيه بعدين على العشر. بس عم قول أنا إنه حقه الرئيس الحريري أن يبادر, بس الناس افتكرت انه هذه المبادرة انهت التسوية, والتسوية اللي هي تأتي بالاستاذ فرنجي رئيس للجمهورية. فاذا خلينا نميز بين مبادرة وتسوية. اليوم بعد مبادرة ولم تنضج لنسميها اصطلاحا تسوية. اثنين, ما فيك تعمل تسوية مجتزأة, بمعنى تعمل تسوية والافرقاء الاساسيين المعنيين مباشرة مش موافقين. وهون على اللي عم بيروجوا انه خيلي عم تعترضوا انتو, ما سليمان فرنجي هو احد الاقطاب الاربعة ببكركي, صح مزبوط هني اربعة, بس ما حدا قال انه بيجي حدا بيعمل سيليكسيون بينقي واحد من دون اذن الثلاثة. وين رأي الرئيس امين جميل؟ وين رأي دكتور جعجع؟ وين رأي العماد ميشيل عون؟ المنطق بيقول اتفقوا مع هول الثلاثة او مع الاربعة. انت برأيك في شي واحد منهم بيقبل بالتاني؟ ليك الأمور رايحة باتجاه أنه على الأقل إذا ما حدا قبل بالتاني على الأقل يكون عندهم نوع من مونة أنه يقدروا يسموا. بس أول ما كمل أنه ليك بدي أشير إلى أنه شعبة المعلومات أنهي التحقيقات مع النائب السابق حسن يعقوب بقضية اختطاف هانيبال القذافي وأحالته إلى النيابة العامة في بعبدة. يعني أحالت النائب السابق حسن يعقوب إلى النيابة العامة في بعبدة لهونيك يشوفوا شو بده ياخدوا قرار قضائي يتعلق بالنائب السابق حسن يعقوب. بتسمح لي بموضوع الاستاذ يعقوب رح نرجع نحكي بقصة ثانية على القذافي. بس هيك كلمة سريعة, انه قضية الامام الصدر لا تعني الشيعة في لبنان. هو احد يفكر انه بتعني نبيه بري او بتعني الشيعة او المجلس الاسلامي الشيعة. هذه قضية وطنية تعني الموارني والروم والكويتلي والدروز والشيعة, بتعني كل لبنان, لانه شخصية بحجم الامام موسى الصدر والطريقة اللي تم اقتياده فيها وخطفه قضية بالنسبة لي قضية وطنية وليست طائفية. طيب لكن انت بتعبر انه يعني المواقف التي اتخذها النائب سليمان فرنجي والتحرك الذي قام به النائب سليمان فرنجي على خلفية الفكرة اللي طرحها الرئيس سعد الحريري أضرت به ولم يستفيد منها.
بلشت من العبارة، ويمكن يمكن ما يكون قاصد، ما بدي أظلمه للأستاذ فرنجي، بس وقت اللي بيطل من بكركي بيقول أنا كرئيس جمهورية، هلا ما بعرف شو كان بيقصد فيها، بس هيدي كمان استفزت يعني كان عم بيقول انه انا يمكن اذا صرت رئيس جمهورية هلا صرنا فرق يعني ايه اوقات الانسان بتخونه التعابير ممكن بس انه هيدا الشعور قلت لك في كان في افراط بعملية التفاؤل بانه العملية صارت فاكتو انتهت وفرنجي سينتخب وطالع على القصر، لا مش هيك بتصير الامور. قد ينتخب انا ما عم بجزم، بس انا عم اقول انه يا جماعة ما فيكم تتخطوا الناس، في مجموعات في ناس أساسيين بهذا البلد، في ناس بعضهم مرشحين، وتحديدا بالنسبة لفريقنا ب 14 أدار حتى اللحظة لا يزال دكتور سمير جعجع مرشح 14 أدار، ونقطع السطر بهذا الموضوع حتى يعلن حتى بعده مرشح تيار المستقبل، نعم، ومرشح الرئيس سعد الحريري تحديدا. وشو يعني رئيس سعد الحريري رشح أستاذ بسام؟ أنت متابع وأنا يعني أنا ما بقدر أسمح لك أو ما أسمح لك، بس كونك صحافي ومتابع بهذا الموضوع انت ما بتقبل انه تقول او تقول الرئيس الحريري شيء لم يقله بعد. هل سمعت دولة الرئيس سعد الحريري طلع يقول نحن لم يعد سمير جعجع مرشحنا واصبح سليمان فرنجي او غيره هو المرشح؟ ابدا. كل بيانات، بس عندما يطرح فكرة من هذا النوع شو بتكون؟ هذا اللي عم قوله، وهذا اللي يعني انا بشكرك لانه عم نمشي بذات المسار، اسمها مبادرة وما اسمها تسوية. اسمها مبادرة وما اسمها ترشيح. نعم، وأنا يعني بعرف شو عم أقول، لا يزال حتى اليوم دكتور سمير جعجع مرشح قوى 14 أدار، طالما لم يصدر أي شيء عن قوى 14 أدار. وهون بدي أقولك القوات اللبنانية لحالها ما بتختصر 14 أدار، وبالمقابل الكتائب ما بيختصروا 14 أدار، مستقلي ما بيختصروا 14 أدار، ولا تيار مستقبل بيختصر 14 أدار. 14 أدار هي مجموعة كل هالأشخاص هولي يلي مثل ما تبنوا ترشيح، لأنه أعلنت القوات اللبنانية ترشيح رئيسة، أعلن برنامجه سمير جعجع هون بين مزدوجين. من المفارقة أنه المرشح الوحيد في لبنان يلي عمل برنامج ووزعه واضح وصريح هو المرشح سمير جعجع، بوقت كل المرشحين يلي أعلنوا نيتهم أو يلي يعني ماشيين بهذا السلوك. وقال السيد فرنجي أنا مشروعي مؤيد عجبيني. طب أنا خي كفريق 14 أدار، أنا بقرأ علاقتك بالأسد مثلا معلق عجبينك، أنا بقرأ علاقتك بحزب الله، أنا بقرأ تقديسك لسلاح حزب الله، أنا بقرأ أنت موافق على قتال حزب الله بسوريا، شو قاري عجبينك؟ هول قاريون عجبينك. لا، بموضوع رئاسة الجمهورية أنت تقرأ هذا الموضوع على جبين النائب سليمان فرنجي وكل هذه الأمور التي عددتها. طب الرئيس سعد الحريري ألم يقرأ هذه الأمور؟ نعم أكيد طبعا. ليش طرح هذه الفكرة؟ يعني هل فعلا لأنه لقى أنه ما في باب في جدار هذه الأزمة سوى هذا الباب، وأنه بالفعل لبنان رايح على الخراب، خلينا ننقذ لبنان بالثمن الأقل؟ ده حضرتك هلأ فت على صلب الموضوع ورح نسرد القصة من الأول للآخر. أول شيء ترشيح أو مبادرة ترشيح الأستاذ فرنجية لم تكن بنت ساعة امبارح أو من جمعة. عظيم. دكتور سمير جعجع قال أنه الرئيس سعد الحريري فتح معه هذا الموضوع من 3 أشهر. صح. لا أنا رح لك أكثر من هيك، موضوع ترشيح الأستاذ فرنجية عم ينحكى فيه من وقت ما بلشت بوادر كلام وحديث ونقاش بين العماد ميشيل عون وبين الرئيس سعد الحريري. وفي حدا بفريق دولة الرئيس سعد الحريري طرح إمكانية تسمية سليمان فرنجية، كانت بعدها بموضوع التسميات، إنه إذا ما مشي العماد ميشيل عون نمشي بالنسبة نمشي بالتاني. بس بين يعني هالكلمين هولي هالكلام هيدا اللي عم بصير، انا سالت اكثر من قطب ومن قياده، ليش رحنا على محل صار لزاما علينا ننقي رئيس من فريق 8 ادار؟ شو اللي حصل؟ يعني هذا السؤال الاستطرادي واللي لازم يسبق اي تحليل اخر. مين قال انه بده يكون الرئيس من 8 ادار؟ ليش بده يكون 8 ادار؟ يعني مين اللي كرس هذا الواقع؟ عظيم. شو الجواب؟ ليش اجى من 8 أدار؟ ليش يعني ليش يطرح من 8 أدار؟ أول شيء اللي اتصل بسعد الحريري هو مش سعد الحريري، اللي صار الاتصال هو سليمان فرنجي، هو اللي أجى الاتصال بالرئيس الحريري. وطبعا ما بدي أقول استأذن، ولكن نسق مع السيد حسن نصر الله بأنه أنا بدي ألتقى برئيس الحريري، وطبعا حزب الله ما في مانع كان على هذا اللقاء. ليش صار هذا الاتصال؟ لأنه الوزير فرنجي وهون معه حق بهذا الإطار، وقت شاف انه في افق مسدود بترشيح وقبول ترشيح
أو تمرير ترشيح العماد ميشيل عون، شاف إذا أنا عندي فرصة ليش ما بكون أنا المرشح، مع أنه للعدل حرام حتى ما نظلمه للرجل، بعده عم بيقول مبارح إذا في فرصة لوصول العماد ميشيل عون خلي يوصل. فإذا اللي دفع بهذا الاتجاه من قبل الرئيس الحريري هو انعدام فكرة وصول العماد ميشيل عون، واللي خلى الوزير فرنجي يقدم على هذه الخطوة هو أنه شاف الأفق مسدود مع العماد ميشيل عون. هلأ السؤال المطروح، ليش راحوا باتجاه فرنجي؟ أنا عم أقول أنه يمكن الفريق اللي عم ببادر بهذا الإطار عم بي يعني شيل العواقب، عاقبة وراء عاقبة، حاجز وراء حاجز. بلشنا بالعماد ميشيل عون، شفنا أنه في استحالة، عم بحكي بالتحليل المنطقي. راحوا على الخطوة الثانية يلي هي الأستاذ فرنجية، ورح نشوف شو بده يصير، وأنا تصوري أنه الأمور مش رايحة إلى إيجابية. طبعا لا يزال حتى اللحظة دكتور سمير جعجع مرشح، وهذا اللي قلت لك إيه، وأنت تفاجأت أنه كيف حتى مرشحه لسعد الحريري، نعم لا يزال حتى اللحظة رسميا هو مرشح قوى 14 أدار، وتحديدا الرئيس سعد الحريري. رح ناخذ أول بريك إعلاني ونرجع نتابع الحديث بموضوع مبادرة الرئيس سعد الحريري. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع رئيس حركة التغيير الأستاذ إيدي محفوظ. طيب كنا نحكي عن المبادرة، وعم بتقول أنه ليش الرئيس سعد الحريري يعني طرح هذه المبادرة أو طرح هذه الفكرة، وأكدت رجعت أنه الدكتور سمير جعجع لا يزال مرشح الرئيس الحريري ولا يزال مرشح قوى 14 أدار. طيب يعني شفنا الرئيس سعد الحريري راح عند الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ومن بعد الرئيس أولاند اتصل بالنائب السامي الفرنجي، لماذا لم يتصل أولاند ب دكتور سمير جعجع باعتبار مرشح قوى 14 أدار؟ ديك في يعني ما بعرف إذا بحق لنا نحكي كل شيء، بس ليس كل ما يعرف يجب أن يقال، خاصة حتى هذه اللحظة. بس بقدر أقول شيء مقتضب حول هذا الموضوع، أنه في كتار سألوا لرئيس أولاند من الإدارة الفرنسية بالخارجية والمستشارين أنه هذه شغلة منا عايدة على الدبلوماسية الفرنسية، بأنه أن يقوم أو أن يبادر رئيس الفرنسي بلحظة حرجة جدا على مستوى الملفات الخارجية وتحديدا بلبنان، أن يتصل بفريق أو بمرشح دون سوى. وبقية التفاصيل يمكن الأيام أو الوقت يعني بيقدر يشرح شو اللي صار بهذا الموضوع، وليش أقدم الرئيس أولاند على هذه الخطوة. وفي حكي بتابع بهذا السياق أنه بيان المطارن المواريني الأخير يلي ونشرت ببعض وسائل الإعلام، صار في تجاذب داخل طاولة مجلس المطارني حول ما يجب أن يقال في هذه المرحلة الحرجة. هذا اللي وقت بلشنا حديثنا عم نقول أنه منسوب التفاؤل أعطى جرعة زائدة من الأمل عند اللبنانيين، وتحديدا ويمكن حقه قلت لك الوزير الفرنجي أنه شعر وكأنه الأمور حسمت وانتهت. العظيم، بس كمان وقت بتلقى اتصال من رئيس الدولة الفرنسية أكيد بده يشعر بهذا الموضوع، وكأنه في قوة عالمية عم تقول له والله نحن معك كمان. هلأ أول شيء نحن ما بنعرف ماذا دار في هذا الاتصال، وأنا ليش بدنا يعني نحمل الرئيس الحريري مسؤولية يمكن ما يكون هو وراها هذا الموضوع، يمكن وأنا ما بعرف، ما بدي أقول أنه الرئيس الحريري ما بيعملها، بس أنه هل يعقل أنه دولة الرئيس الحريري يطلب من الرئيس الفرنسي أنه عمول تليفون، خاصة بالصرف العملي شو بده يؤدي؟ أنه إذا اتصل أولاند بأحد المرشحين أصبح هذا المرشح رئيس جمهورية؟ لا، الأمور ما بتصير هيك. يعني ما بدنا نبسط دور الرئيس الحريري. بمحل معين رئيس الحريري عمل مبادرة يشكر عليها، بدنا نلاقيه بنص الطريق، وهذا الفرق بين انك تبادر. ونحن ما حدا مختلف ب 14 أدار بالرغم من كل الأجواء الضبابية اللي حصلت حتى بين معراب وبين الرئيس الحريري، التواصل بقي يعني كامل. نعم في اختلافات ببعض وجهات النظر، بس القوات اللبنانية لقت سعد الحريري على نص الطريق بالمبادرة مش بالاسم، هذا اللي بدي أقوله. يعني القوات اللبنانية لقيت الرئيس سعد الحريري بموضوع انه عدم زيادة التوتر بين الفريقين، وعدم يعني وقف الحملات يلي كانت نشطت على السوشيال ميديا بس، ولكن اليوم الفريقين لا يزالوا استاذ إلي على يعني موقفيهما مثل ما بدك، يعني مثل ما بينقال.
الرئيس الحريري لم يتخلى عن الفكرة والقوات اللبنانية ما زالت معارضة لهذه الفكرة. طيب خلينا نشرح النقطة وقول انه القوات اللبنانية، انا وقت قلت لقيت سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري بمنتصف الطريق، لقيته كمبادرة مش كشخص. يعني ايه؟ نعم نحن اللي عمله الرئيس الحريري امر كتير منيح، وخلينا نعترف ملف انتخابات رئيس الجمهورية كان تحت سابع ارض عظيم، اعاد تحريك هذا الملف. الصدمة اللي عملها الرئيس الحريري برمي هذا الملف من اول وجديد بطرح هذا الاسم هو اللي حرك هذا الملف ورده على طاولة البحث، وشفنا الأروقة الدولية المحلية الإقليمية صارت عم تحكي بموضوع رئاسة الجمهورية. وخلينا يعني نقر بهذا الموضوع، نقطة الخلاف الأساسية هي على التسمية مش على المبادرة وبمضمون المبادرة. ما حدا جزم بعد أنه الرئيس الحريري طلع، وفي حكي اليوم أنه يمكن يطل قريبا على الإعلام الرئيس الحريري ويمكن يشرح كل ما حصل حول هذا الموضوع، وحتى في حال طرح تسمية الوزير الفرنجي أو ما طرحه سيسبق إعلان الرئيس الحريري لاسم الأستاذ الفرنجي إجراءات معينة، على الأقل اجتماع لـ 14 أدار تفاهم على هذا الموضوع. ثلاثة، بدنا نشوف عندنا مرشح أساسي بعده موجود حتى اللحظة اسمه دكتور سمير جعجع. كل هيدي الأمور بعد ما حصلت لليوم، ونحن أنا ما بدي عيب على الأستاذ وليد جنبلاط اللي عمله، بس أنه صديقنا وخينا وحبيبنا أستاذ أنري حلو يعني بعده اليوم مثل لم علق ولم طلق، انه الاستاذ وليد جنبلاط تبنى ترشيح الوزير الفرنجي وراح فيها للاخير بوقت اري حلو مثل اللي ناطر. يعني انا شو وضعي؟ انا بفهم انه يقول نعلن سحب ترشيح مرشحنا اللقاء الديمقراطي الاستاذ اري حلو ونتبنى ترشيح اخر، بس انه العمليه انه بضل بقي على اري حلو مرشح وبدعم سليمان فرنجي، هيدي يعني بالعالم السياسي وبالعلم السياسي ما بعرف إذا مقبولة أو مش مقبولة، هي الناس بتقرر إذا كانت مقبولة. طيب إلى أين تتجه الأمور حاليا؟ يعني المواقف مثل ما قلت لا تزال على حالها، الرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الأفكار، قوى بـ 14 أدار تعارض هذه الأفكار، قوى بـ 8 أدار كمان يبدو أنه عندها مش بس معارضة، في معارضة وفي تحفظات وفي غير شيء. البعض يقول أنه عدنا إلى النقطة الصفر. في تطورات عم تحصل على مستوى المنطقة السوري والدولي، وشفنا انه محور كل اللي عم بيصير بالمنطقة هو الاحداث بسوريا والارهاب اللي حاصل اليوم. في وصلوا على طريق مسدود باتجاه تحديدا بين يعني الامريكان والايرانيين، وشفنا كيف تظهرت رفض حزب الله للحلف تحالف العربي لمحاربة الارهاب، بوقت الاتحاد الأوروبي، أمريكا، السعودية وبعض دول الخليج العربي وصفت حزب الله بأنه منظمة إرهابية، وبذات الوقت في حلف إسلامي عم يركب اليوم لمحاربة هذا الإرهاب. اعتبر حزب الله أنه يعني أنا جزء من هذا الحرب اللي بدها تخاض، وشفنا في تدابير بلشت في تحذير لأول مرة بصير على هذا المستوى العالي من التهويل والتهديد، أنه أي مصرف لبناني يتعاطى بأي شكل من الأشكال مع حزب الله بده في تدابير بحقه. أنت بتعرف إنه أي مصرف أجنبي حجم يعني كل المصارف إيه، بس إنه عم بحكي أنا فيما يعني لبنان، المصارف اللبنانية معنية بهذا فيما يعني لبنان إيه. على واقع الأرض بسوريا شفنا إنه لا نظام السوري قدر، يعني اللي عمله الروسي لليوم هو جمد بشار الأسد بقصر المهاجرين، بس ما قدر عمل نتائج على الأرض. العملية عم تكون كروفر اليوم، في حكي وجد كتير بإنه تسعى روسيا مع إيران بإحداث تغيير على خارطة الجغرافيا العسكرية داخل سوريا لتحقيق مكاسب، والمعلومات كلها عم بتقول أنه هذه الأعمال يجب أن تحصل على الحدود السورية التركية. وهيدي المفاجأة يلي وعد فيها بوتين الأتراك، ويلي كان مصر أنه ما بيقبل ولا أي اعتذار، وأصلاً الأتراك رفضوا مش مستعدين يقدموا اعتذار. لذلك عم أقول أنه كل هيدي المشهد اللي عم نحكي عنه مش بس فرمى الموضوع رئاسة الجمهورية، ردوا إلى ما قبل نقطة الصفر، قبل ما يحصل هذا التغيير الكبير على مستوى المنطقة وتحديدا بسوريا. هو عم تحكي عن تغيير ميداني؟ نعم، لأنه التغيير الميداني بيفرض واقع سياسي جديد. بس هل هذا التغيير الميداني مضمون؟ لا أنا ما عم أقول مضمون، أنا عم أقول ليش جمد الملف الرئاسي في لبنان. وبدي أقول أنه هون مش عم أقولها من باب لا التهكم ولا ضغيني، عم أقولها كلبناني حريص على كل اللبنانيين، تحديدا على شريحة الشباب الشيعي اللي عم يروحوا يقتلوا في سوريا.
أنا ما عم بسمع عم يسقط ناس قاضي إيرانيين إلا يعني بعدد أصابع اليد الوحدة. أنا ما سمعت إلا بواحد أو اثنين روس قتلوا. أنا ما عم بسمع إلا كل يوم في 10 ل 12 نعش عم يجونا على لبنان محملين بشبابنا يلي هن ينتمون إلى حزب الله. وأنا هون بدي أقول إنه أنا الأوان لحزب الله ولقيادة حزب الله قد ما بتقدر إذا عندها إرادة ذاتية بأنها تاخد هذا القرار، تشوف إنه بالنهاية المطاف الروسي عم يعمل مصالحه، بنهاية المطاف إيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية عم بتزبط وراء الداخلية وعم بتهتم بأولوياتها. نحن بنهاية المطاف شو جايينا؟ يعني إذا بقي بشار ولا ما بقي؟ هذه الشريحة، هذه المجموعة من الشباب كرمال مين عم بيموتوا؟ ما بقى يقولوا للناس رايحين نمنع الإرهاب يجي على لبنان. الإرهاب فات على قلب الضاحية من خلال المتفجرات ومن خلال الانتحاريين. لذلك عم نقول إنه هيدي الخريطة كلها تستدعي من جديد إعادة ترتيب الأوراق الداخلية في لبنان. وبنهاية المطاف عندما سيعود حزب الله إلى لبنان ما راح يلاقي إلا حضن الشرعية اللبنانية يلي بده يستقبله. كتير منيح. ما هون حزب الله في سوريا يعني دفع هذا الثمن الكبير من الشباب اللبناني الذين سقطوا هناك في القتال. اليوم حزب الله يعني عندما يرى بأن هناك تسوية أو أن هناك أفكار تطرح لتسوية يعني، وهذه التسوية لا تتناسب مع مستوى التضحيات يلي هو عم بيقول أنه حط في سوريا، لذلك يمكن أن لا يقبل بهذه التسوية. ومن هون بقول لحضرتك تفضلت قلته، أنا من هون ببلش خاف على الدستور اللبناني وتحديدا اللي بيسموه الطائف. لأنه لا يمكن لحزب الله أن يعود بدون أثمان. إذا ما قدر حصل أثمان إقليمية خارجية بده ثمن بالداخل اللبناني. في جائزة طردية بده يخدها. نحن شفنا بال2000 من بعد انسحب الإسرائيلي احتفظ الوحيد الفصيل المسلح اللي احتفظ بسلاحه هو حزب الله، وصار يقطع مرحلة وراء مرحلة، ساعة الحفاظ على بندقية المقاومة، ساعة تحرير مزارع شبعة، رجعنا بعدين شو اسمه القدس، رجعنا بعدين شو اسمه الجولان السورية، هلأ بفترة من الفترات المحافظة على بعض القرى الشيعية المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، وانه في بعض القرى مضطرين فوت على سوريا لنحميها، رجعنا بعدين حماية المقرات المقدسة التابعة للطائفة الشيعية. اليوم صرنا بدنا نروح على سوريا وما بعرف بكرة لوين. طيب شو راحوا يعملوا بمصر اذا كان هيدا بس الهدف؟ نحن كلنا بنتذكر الخلية اللي تم القاء القبض عليها بزمن الرئيس حسني مبارك، رجعنا شفناهم باليمن، عم نسمع اليوم ببعض دول افريقية بالعراق. طيب هيدا كله مين عم يدفع ثمنه؟ إذا كل هيدا كرمال إجي أنا حصل وحصن مواقع ومواقف بالداخل اللبناني، لا، فينا نجي نقعد على الطاولة بهدوء ونشوف شو اللي بيرضي لحزب الله بهذا الموضوع حتى نناقشه نحن وياه. أما أنه أنا روح ورد كل لبنان، وبعد أنا بدي أذكر عنا اليوم 9 عسكريين بعدهم لليوم مخطوفين لدى داعش، وهولي لازم يضلوا هاجس عنا لنشوف كيف بدنا نحلحل هذه الأزمة ويرجعوا على عند أهليهم سالمين. طيب يعني ما هونك عم تحكي بمسألة اللي لها علاقة بحزب الله وتواجده في سوريا وتواجده كمان بي 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 بغير مناطق، بس بالمقابل كمان كنت قلت أنه كل الأطراف اللبنانية تورطت بشكل أو بآخر بالأزمة السورية. صح، بس أستاذ بسان في فرق بين ما أنا يعني أيدك لفظياً وفرق ما انا القط الفرد واوصك، يعني في فرق، في فريق عم يتباهى انه انا عم ببعت عناصر من عندي تروح تقاتل من هنيك. وبكل الاحوال اذا كان المقصود هو الساق تهمه بسنه في لبنان وتحديدا تيار المستقبل، ولا مره تيار المستقبل تبنى اي حدا راح على واقع الميداني بسوريا وقاتل او حارب او شارك باي شكل من الاشكال. نعم في موقف لتيار المستقبل ينسجم مع موقف كل 14 دار مع حرية تقرير الشعوب، حرية الشعوب بتقرير مصيرها، وأنه هذا النظام الدكتاتوري اللي اسمه نظام بشار الأسد يجب أن يسقط. بس ولا مرة تعدت هذا التورط بين مزدوجين أنه يبعثوا ناس يقاتلوا بالداخل السوري. بس كمان يعني حزب الله اليوم عم نشوف أنه هو ضد مثلا توريط لبنان بما يعرف باسم التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب. ليك في شيء أنا هون بدي أقول، في شيء بحزب الله يعني أولوياته بهذا الإطار تختلف عن أولويات السيادية بلبنان. الرئيس تمام سلام قارب الموضوع انطلاقا من المبدأ العام أو العنوان العام، بس هو بيعرف تماما أنه هذا القرار دولة لبنانية بدها تقرره. ولو عنا رئيس جمهورية موجود، مشان هيك قلت لك أنه غياب رئيس جمهورية عم بيورطنا بكتير من الملفات. بس كيف ورد اسم لبنان يعني بدون ما يسألوه؟
هن اعتبروا انه موقف الرئيس تمام سليم لانه فورا لا بلا صار اتصال مع الرئيس سليم واعلن بشكل علني انه نحن مع هذا التحالف. هلا بعدين صار يصير في تفسيرات من قبل حزب الله لانه هو بيعتبر حاله انه معني بهذا الموضوع، لانه مثل ما سبق وقلنا انه حزب الله موصوف منظمة ارهابية من قبل معظم الدول، ومن باب اولى انه بدك تحارب داعش بدك تحارب كل المنظمات الإرهابية، واللي صار بالتحالف الإسلامي هو اللي وصل إلى حد ربط عملية محاربة الإرهاب بإسقاط بشار الأسد أو بإزاحة بشار الأسد عن السلطة في سوريا. هذا الملف إذا رايح باتجاه يعني كبير وأنا شايفه جدي موضوع التحالف، لبنان بده يكون كتير حذر بهذا الموضوع. وبنهاية المطاف أنا بدي أقولك أنه لبنان منه دولة إسلامية وكمان منه دولة مسيحية، بس كمان لبنان عضو بمنظمة المؤتمر الإسلامي. صحيح مضبوط، بس هذا الموضوع على الحكومة أنه تاخد القرار اللي بدها تاخده بكتير من العقلانية وكتير من الهدوء، وفي مؤسسات، وأنا برأيي العودة إلى المؤسسات بهذا الإطار بجنب لبنان كتير من الخضات. بس كمان يعني في كتير من المؤيدين وجود لبنان في هذا التحالف بيقولوا انه لا حزب الله عم يعترض، ما هو ذهب الى سوريا ويقاتل وقاتل في سوريا بدون ان يسال احد من اللبنانيين. لانه الخطوه الثانيه بهذا التحالف بدها تحط توصيف وبدها تسمي المنظمات من هي المنظمات الارهابيه. وما ادراك اذا حطوا هذا التوصيف وهذا الوصف انه كم من هذه المنظمات، وطبعا سيدرج اسم حزب الله بهذا الاطار، لانه انا سبق وقلت لك يعني لو حزب الله ابقى على نشاطه داخل لبنان كان جنب حاله الوصول إلى هذه النتيجة، وهذا اللي صارنا سنين عم نقول له إياه. واصلين على محل مثل اللي بيجي بتدب على كرمه، واصلين على محل قتالك بسوريا بده يورطك بده يورط لبنان، واصلين على محل بده يكبدنا خسائر كتير كبيرة، منا المتفجرات بالضاحية، منا عدد القتلى اللي عم يجي من سوريا، منا المعتقلين العسكريين يلي أخدوهم داعش يلي يعطينا ذريعة للإرهاب إنه يقرب على لبنان. بس كمان بهذا الإطار وراح أقول لك، مع إنه أنا خصم لحزب الله وأنا يعني أقاوم مشروعه السياسي في لبنان وأنا معارض له، برجع بقول أنه على الحكومة اللبنانية أن تكون عاقلة في اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع، لأنه شو النفع إذا أخذنا قرار مع أو ضد، أنا ما عم بجزم وما عم بستبق الأمور، وعملت ارتدادات سلبية كتير كبيرة على مستوى الداخل اللبناني. لا، في مؤسسات دستورية على الأقل في الحد الأدنى من هذه المؤسسات، في مجلس نواب بالحد الأدنى وفي حكومة بالحد الأدنى، فلنعيد ونراجع حساباتنا على مستوى هذه المؤسسات، وخلي الدولة قاطبة تاخد قرار. إذا الدولة أخذت قرار بتروح الدولة كلها على هذا المشروع، إذا الدولة ما أخذت قرار مثل ما استعملوا هاي العبارة ننقى بنفسنا ونبقى ننطر يعني على الرصيف إلى أن تنتهي هذه الأزمة. في كتار عم بيقولوا أنه لبنان يستفيد من هذا الحلف. سبق وقلت لك استاذ بسام انه في بروتوكول بده يوقع، يستفيد بالمعلومات، صح، يستفيد بكل هذه الامور. بس نحن علينا نودي قوات لتقاتل الارهاب 100%، بس انا يعني اللبنانيين يعني الجيش اللبناني وكل اللبنانيين يقاتلون الارهاب. صحيح في لبنان. صحيح، وخلينا نسجل هون انه فعلا الجيش بقياده العماد جان قهوجي سطر وعم بيسطر بطولات على مستوى كل الاراضي اللبنانيه بالداخل وعلى الحدود. بس بدي اقول انه في بروتوكول بده يطلع من هذا التحالف، بدنا نقرأ نحن كدولة كدولة دستورية عم أقول، كحكومة مركزية بدها تقرأ وتشوف. نحن ما بنعرف كيفية المشاركة، هل بدنا نشارك بعناصر، هل بدنا نشارك بالمال، هل بدنا نشارك بالعتاد، هل بدنا نشارك بمحاربة الإرهاب الموجود داخل لبنان. نحن عم نعمل واجباتنا يلي عم يعمله الجيش اللبناني، لذلك عم نقول بعد بكير نستبق الأمور ونقول إيه أو لا قبل ما نقرأ بروتوكول الذي يرعى هذا التحالف يلي أنشئ أو من المزمع إنشاءه قريبا. بس ليش دائما أنتم بتحملوا حزب الله مسؤولية يعني وجود الإرهاب في لبنان؟ ما هذا الإرهاب تواجد قبل أن يتورط حزب الله في سوريا، بلش من أحداث الضنية للتفجيرات اللي صارت بطرابلس وغير طرابلس وعين علا وغيرها. وقت اللي دلعت، وهون بدي اتذكر بس احداث البارد والجيش سقط له عشرات من الشهداء البارد يعني فتح الاسلام. نعم، في موجود عنا وكان في ثغرات، وكنا دائما عم نقول رسموا الحدود، حافظوا على الحدود، ومشان هيك نوجد شيء اسمه 1701 يلي
لو التزمنا فيه حرفيا والتزمت فيه كل الأفرقاء اللبنانيين كنا بمنع عن كل ما حصل. ولو فعلا أقفلنا الحدود ولو فعلا طبقت الحكومات اللبنانية مبدأ النائب النفس عن عدم التدخل بسوريا، طبعا ليك بدي أسألك سؤال، ليش هيدا الإرهاب ما راح على الأردن؟ ليش ما راح ضرب الأردن؟ ليش ما راح على المغرب؟ ليش ما راح على موريتانيا؟ طيب ليش بده يجي على لبنان؟ ليش بده يخطفوا لنا عسكريين؟ شو اللي حصل؟ مين سمح لهم يفوتوا؟ هيدا هي أسئلة كتير كبيرة لازم نطرحها على حالنا. طيب مين اللي راح حركش بالداخل السوري؟ نحن قلنا إنه ما يجري في سوريا يعني السوريين، ولكن حقنا كأصحاب رأي وكقادة رأي نقول إنه هذا الشخص اللي اسمه بشار الأسد من أيام بيو لليوم يحكم سوريا بقبضة من حديد، حق الشعب إنه ينتفض ويثور. بعدين أنا يعني بقول إنه وقت اللي حزب الله متى أيد الثورة بالبحرين أو ما سمي بالثورة، طب كيف تعطي حق لشعب البحريني إنه يثور أو يطالب بالمطالب اللي بده يطالب فيها وتعيب هذا الأمر على الشعب السوري؟ بيطلوا بيقولوا لك إنه كل الناس مع بشار الأسد. إذا كل الناس مع بشار الأسد 14 مليون سوري شو عم يعملوا برات سوريا؟ لا هني مش عم بيقولوا كل الناس مع بشار الأسد، بس اللي عم بيقولوا إيه في مطالب محقق وإنه في ناس يعني تعاني من هذا النظام، ولكن كمان في إرهاب. بس الإرهاب أمتين بلش أستاذ بسان؟ بقيت الثورة السورية تتذكر أشوش والطفل يلي قتلوه ودرعة كيف شوفاته عملوا بالأطفال. بقينا على 8 شهور الشعب السوري يقاوم بالصدور بغصن الزيتون. شو كان عم بصير؟ اكتظت السجون والمعتقلات، شتى أنواع التعذيب. وبدي استعير كلام لدكتور سمير جعجع مرة، حبيتها هيدي المقاربة اللي عملها، انه الفرق بين النظام السوري وبين داعش انه داعش وقت يقتل ويذبح بيصور. النظام السوري يعني ما يتيسر من تسريبات فينا نشوف شو عم يعمل، بس داعش مبارح بلشت. بس النظام السوري صار له عشرات السنين من ايام حفظ الاسد وصولنا لليوم شفنا شو عم يعمل. وعلى الاقل اذا انا ما بدي فوت على الملعب السوري، انا بدي شوف شو عمل لي بلبنان. يعني انا ما بنسى لحظة اللي وليد بيك جنبلاط ركع قدام قبر بيو كمال بيك جنبلاط، الشهيد كمال جنبلاط، حط وردة ورجع يعني استرسل وقال مين اللي قتل كمال جنبلاط واسم الضابط السوري، مرورا باغتيال رنم عوض بشير جميل حتى آخر قافلة الشهداء، عدا عن المجازر، عدا عن من طرابلس للضنية لدارع شاش لزحلة للأشرفية. مش احنا يعني ما تعرف القصة طويلة، مشان هيك عم نقول انه يعني نحن عينينا كتير من هذا النظام السوري، مشان هيك شفنا فرصة لهذا الشعب أن يتحرر من هذا الظلم اللي حاصل. وإذا كانوا انتبه، إذا كانوا السوريين المهاجرين أو اللي مهجرين أو اللاجئين أو اللي تركوا سوريا هن مع بشار الأسد، فإذا لازم يتركوا لبنان على الأقل اللي موجودين بلبنان يرجعوا على سوريا. يرجعوا على سوريا. طيب هناخد تاني بريك علينا ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من هاركم سعيد من الـ LBCI مع رئيس حركة التغيير الأستاذ إيري محفوظ. بس كمان أستاذ إيري، يعني اليوم سايكل التصريحات الغربية تقول أنه لا حل مع وجود الرئيس بشار الأسد في سوريا، بس ولكن كمان بمحل آخر يعتبرون أنه الرئيس الأسد هو حاجة لمواجهة هذا الإرهاب، صاروا يعتبروه وصار يعني حكى عن تنسيق أنه يصير بين الجيش السوري والجيش السوري الحر لمواجهة هذا الإرهاب وتحديدا تنظيم الدولة الإسلامية. في شيء يمكن كتار عم يتغاضوا عنه، هو انه هذا الجيش اللي باقي مع النظام او الجيش الموجود، الجيش يعني التابع للنظام السوري، هذا سيعاد بنائه من جديد. ما فينا بكرة بس يفل بشار او ازاحته او محكمته تيجي تقول لهذا الجيش انه انتو جزء من هذا النظام، لا هذا تابع للدولة. فطبعا المرحلة الانتقالية بدك تاخد بعين الاعتبار هذا الامر، الجيش، القوى الأمنية، الوزارات، الإدارات العامة، هذه كلها صار لها تحت أجنحة النظام السوري 50 سنة. بس ألا يزال الرئيس بشار الأسد حاجة لمواجهة هذا الإرهاب؟ أنا ما شفت وين بشار الأسد واجه الإرهاب. يعني اليوم كل المعارك اللي عم بتصير بداخل السوري يعني للعدل، عم شوف أنا الجيش الحر وبعض الفصائل من الجيش الحر عم بيقاتلوا داعش والنصرة، وأنا عم شوف أنه الداعش كانت عم تعمل هجمات ولاحظت حضرتك من كم منطقة طردت
السوريين يلي تابعين كانوا للجيش السوري الحر من مناطق واحتلت هذه المناطق. ايه اليوم في ضربات جوية للتحالف الدولي للروس ممكن، بس انا ما شفت ولا مرة على واقع الارض نظام بشار الاسد تحديدا يقاتل هذه المجموعات الارهابية. وحتى بدي اقول بهذا الاطار ليش هني ما بيعرفوا انه هذه المجموعات ببداياتها ببذورة وقت اللي بلشت من السجون يلي أطلقهم بشار الأسد تماما مثل ما عمل فينا بنهر البارد وقت بعت لنا شاكر العبسي لهون ورفقاته وعملوا لنا كل هالقصة. ليك في يعني التاريخ بيكتب بهذا الموضوع من أيام حافظ الأسد لليوم كانوا هالجماعة دايما يلعبوا دور اللي بيولع الحريق ويلعبوا دور الأطفائي. حتى وقت كانوا يخطفوا الرهائن الأجانب إذا بتتذكر يخطفون وحطون بمناطق عند بعض العشائر أو بعض العناصر المسلحة التابعين لألون، وتدخل سوريا ببازار إقليمي دولي لتحسن مواقعها وتحصل حقوق لألها بالأروقة الدولية وتقول أنا بفوت كساعي خير لحل هذه المشكلة، بوقت بيكون هو اللي يعني خاطف هؤلاء الأشخاص. تتذكر بال 76 وقت قرروا دخول قوات الردع العربية، قوات الردع العربية اللي اجت بموجب قرار عربي من جامعة الدول العربية وتكونت من أكثر من دولة عربية. صحيح. ظهروا كل القوات العربية وبقيت سوريا لحالها وبعدين تحولت إلى أمر واقع وصارت جيش احتلال. مشان هيك عم نقول إنه تاريخهم حافل بهذا الموضوع. محاربة الإرهاب ما بتصير من شخص ولا من نظام. إحنا هلأ عم نشوف قد في تحالف دولي لمحاربة الإرهاب. بشار الأسد لحاله طبعاً ما رح يقدر يحارب هذا الإرهاب. ونحن هون بلبنان عم تكون مواجهة جدية للإرهاب. نعم. الجيش اللبناني ومثل ما قلت لك عم بيسطر بطولات فعلا بالمنطقة، وياريت عنا يعني لو عنا عتاد أكتر وعنا أسلحة متطورة أكتر ولو عنا طيران أكتر كنا بنقدر نستعمل هذه الأسلحة، وكنا متأملين بالهبة السعودية أنه تعجل فيها. بس أنا سألت وين صارت الهبة؟ لا بعدها موجودة، بس تبين أنه هذه الأسلحة بتضل سنين موجودة بديبو تدفع حقها تشتريها، العقود تم توقيعها واللوائح صدرت من قيادة الجيش للفرنسيين بشكل مباشر وحطوا اللوائح شو هي الحاجات، بس هيدي طبعا بتاخد وقت. بس كمان بهذا الإطار بدي أقول أنه عم يجي كمان مساعدات ولو جزئية وبسيطة ومتواضعة من قبل الأمريكيين، دائما عم يوصلوا. لا دائما الأمريكيين عم بيزودوا الجيش اللبناني بعتاد وبأسلحة. في كمان العمل الأمن الداخلي يعني اللي عم بيصير على صعيد الأجهزة، كمان العمل عم بيكون جيد في لبنان. ليك دائما فرع المعلومات عم بيسطر كمان إنجازات كتير مهمة في شعبة المعلومات في الأمن العام. إيه في لا بس تحديدا ليش عم أقول شعبة المعلومات؟ لأنه الله يرحمه لواء الحسن ترك لنا مؤسسة كتير مهمة، يعني مؤسسة يحتذى فيها، ويمكن دفع ثمن حياته هذا الضابط لأنه أنجز مهمة كتير كبيرة. ترك مش بس جهاز، ترك ضباط وترك عناصر وترك أفراد صار عندهم الخبرة، وعم تشوف كيف حتى بالجرائم العادية اليومية كيف عم بيصير تلاحق. يعني مبارح النائب السابق حسن يعقوب من خلال التكنولوجيا الموجودة قدروا يعني كشفوا تورطوا بعملية الخطف. وهون بدي أقول أنه مثل ما بلشنا حديثنا حول الإمام الصدري اللي هو قضية وطنية منا قضية للشيعة، أنه هيدا الشاب وأنا ما عم دافع عنه ما بعرفه، أنه هيدا هني بعل عم دافع عم تحكي عن هني بعل الأزف الأزف، أنه هيدا وقت اللي لحظة خطف الإمام الصدر كان عمره 4 سنين أو 3 سنين. يعني أنا بعدين هل أقابل الخطف بخطف ونحن وين عايشين؟ بشريعة غاب. والقضاء اللبناني خلي ياخد يعني مجرى وليكون عبرة، يعني مش كل واحد بيحصل إيده حقه بإيده. اثنين بدي أقول أنه وكلوا محامين وما تسكروا بقى الطرقات على الناس، بيكفي الناس بقى ساعة تسكير المطار ساعة حرق دوليب، خلص خلصنا منها هالقصة. أنه واحد خالف السؤال المطروح، هل الرجل هذا يلي اعتقل ويلي عم بده يحاكم هل خالف قانون العقوبات اللبناني ايه ولا لا؟ هلا بتقلي انه عم بيحصل قضيه لبيو وللامام صدر، لانه بيو كمان اختفى في ليبيا، خطف في ليبيا عراسي، بس وانه هذه القضيه الى 38 سنه ستره باب الصدر وعائلتها. اوكي طب هول جماعه معنيين خيل الرباب الرئيس نبيه بري اللي هو يعني اجى من بعد الامام الصدر وتزعم حركة أمل. ما شفته راح، كان من المفترض هو فأذن يبعث ناس ما عملها. وقرينا مبارح وحسنا يفعل الرئيس بري انه ما عطى غطى، ما غطى ما قام به النائب السابق يعقوب، لانه هيدي شغلة ما بتضر بس بشخص، بتضر بسمعة لبنان.
طب يعني دائما نحن في لبنان عندنا قضايا لها علاقة ذات طابع أمني، عندنا قضايا لها علاقة ذات طابع أنه هيك بيتحركوا هالناس وبينزلوا على الطرقات وبيسكروا يعني ويقفلوا على الطرقات وبيقوموا بحركات وبتحركات احتجاجية. ما هون السؤال بيرجع بيطرح ذاته، أنه نحن دائما ما عندنا الإدارة الحكومية والإدارة الرسمية التي يعني تدير بشكل فعلي وعملي هذه الملفات أو أنه تتعاطى مع الأزمات بشكل هيك مدروس. ما عندنا هذا، لأنه نحن بحاجة، لأنه نحن بموقعنا الجغرافي والتجاذبات اللي بتحصل بلبنان والتدخلات، ونحن واعيين بين فكي كماشي، يعني إسرائيل من مال وسوريا من مال، وشفنا التاريخ شو كان يصير معنا. ايه من المفترض انه نستحدث وزارة اسمها وزارة الأزمات، لانه ما فينا مثلا على سبيل المثال بأزمة مستمرة لأن اقفلوا الحدود مثلا من سوريا، اليوم التجار مثلا هول المعترين اللي ما بيقدروا يصدروا عبر الحدود. طب شو بتعمل لو عندك وزارة أزمات كانت حاطة خطط لكل هذه الحالات اللي كان ممكن انه، وانتبه موضوع اقفال الحدود من يعني شغلة تاريخية من ايام بشار الخوري لليوم، بل ايام مقفل لانه في احداث ما اختلفنا، بس انه لو عندنا وزارة ازمات تهتم بهذا الموضوع، لو عندنا وزارة ازمات كانت تلقفت دغري المبادرة واخذت القرار اللازم يتاخذ، وما كان خطف لنا عسكريين من عرسال، وما كنا اصلا سمحنا انه يفوتوا على عرسال بالشكل اللي فاتوا فيه. الدولة اللبنانية باجهزتها الامنية، يعني عم بحكي الامن العام والجيش والقوى الأمن الداخلي، وكتر خير الله بعد عنا هاي المؤسسات تحافظ على يعني ما يسمى بهيبة الدولة اللبنانية، لأنه الإدارة السياسية حدث ولا حرج، وكتر خير الله أنه هذه المؤسسات بعدها بعيدة كتير عن الفساد اللي حاصل داخل الإدارة السياسية في لبنان. طيب بس كمان مثلا شفنا نحن أزمة العسكريين، وشفنا كيف تمت إدارة هذه الأزمة. يمكن لو أديرت بطريقة علمية وبطريقة عملية أو حصر التفاوض من البداية بشخص واحد أو بجهة واحدة، يمكن كان وصلنا لحل أسرع من الحل اللي وصلنا له. طبعا، لأنه نحن هلأ الحل اللي عم نعمله هلأ هو حل عض على الجرح وحل مرغمين فيه، مش بيطيبنا، لأنه حتى يمكن كنا عرفنا العسكريين مع داعش وين اني حاليا وكيف ممكن كنا نصليهم. إذا بدك ترجع لنقطة البداية اللي حصلت، من المفترض كان لحظة اللي تم خطف العسكريين كان توجه الجيش اللبناني، وهذا بده قرار سياسي، توجه يعني أوامر فورية لاقتحام الجرود، واللي بده يصير يصير. بتقلي انه كان ممكن يستشهدوا العسكري، مكتوب على جبينه انه قد يستشهد بأي لحظة، أفضل بكتير من الحلول المجتزأة اللي عم نعملها، وأقل دفع من كرامة الجمهورية اللبنانية اللي عم نعمله. أنه أنا وقت اللي بقعد بتفاوض مع ناس إرهابيين، ساعة بدهم بطانيات، وساعة بدهم مصاري، وساعة بدهم مواد غذائية، وساعة بدهم أدوية ليردوا لي عسكري من هون ومن هون، تسقط هيبة الدولة. مش هيك كنا عم نقول أنه الحزم والحسم كان من المفترض يصيروا بالاول. هلا انا ما في مسؤوليه بالاخر هذا اللي بيقولوا، انا ما عم حرن هلا تنقذ ارواح هودي العسكريين، يعني هلا خلص سبق السيف العزل مثل ما بيقولوا. نحن اليوم رايحين باتجاه التفاوض بحكمه وبحنكه اكثر، على الاقل حتى ننقذ العسكريين التسعه الباقيين، ولكن خلينا نتعلم شي مره بتاريخنا انه ما ناخذ قرارات اعتباطيه، بالعكس ناخذ قرارات جريئه، وما نطلع بتبلش من مثل ما قلت لك بقصه النفايات لتوصل لعمليه السياده. بس ما هيدا كله يحتاج الى حكومه، ويحتاج الى حكومه متجانسه، مش بس حكومه. يسلم تمك، هيدا اللي قلته، حكومه من نقيدين ما بتقدر تحكم. مشان هيك دفعنا كل هذه الاسمان، ومن هون رجعت استذكرت كلام سيدنا البطرك مار نصر الله بطرس صفير الله يطول بعمره، يلي قال وشبه وعطى التشبيه اللي حكينا عنه بأول حلقة، العرب اللي بيجروا الوحصانين كل واحد بيتجمع معاكس. حتى هلأ إذا جايين على مرحلة جديدة بتمنى أنا تطلع حكومة متجانسة من لون واحد تقدر تحكم، واللي ما بيوصل وما بيكون فيها بيعارض. هيدي أصول الديمقراطيات بكل دول العالم. لأنه ببعض المحلات كمان بإطار هذا الكلام، يعني انه ايه بإطار الأفكار اللي طرحها الرئيس سعد الحريري، انه وصل الحديث كمان لمسألة الحكومة وكيفية تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، حتى في ناس وصلوا لهون بالكلام انه عم بيقولوا. بس انا دايما بدي صحيح هذا انا بدي استشهدك، لانه انت يعني حضرتك صحافي ومخضرم وبتعرف، هل من المنطق والعقل ان كان على الوزيرة فرنجية ولا على الرئيس الحريري يفوتوا بهالقد تفاصيل، وبعد الامور مجرد اول حرف يكتب بموضوع المبادرة؟ هي اول شغلة. اثنين، انا متأكد انه لا الوزير الفرنجي بيقدر يعطي ضمانات بهذا الموضوع، ولا الرئيس الحريري فاد بهذا السجال. ورح لك أكثر من هيك، اثنيناتهم أولاد هالدولة، واثنيناتهم يعني وزراء ورؤساء وإلى آخره، بيعرفوا تماما أنه
بالقليل المحافظة على الشكل من ناحية الأصول الدستورية، أنه رئيس الجمهورية يجري مشاورات واستشارات ملزمة، صح؟ يعني بده يلقط ورقة مثل هيدي بكرة رئيس جمهورية، بده يعد على الورقة والقلم عدد النواب اللي نقوا بسام أبو زيد، وعدد النواب اللي نقوا إكس، والعدد النواب اللي نقوا، بآخر المطاف بده يحط المجموع ويقول طلعت التسمية ووقعت القرعة على فلان. ما بيقدر يعني. هذا كلام أول شيء أنا برأيي متداول إعلاميا، وأنا بشك أنه يكون الوزير الخارجية أو حتى رئيس حريري فاتوا بهذه التفاصيل، لأنه بعدنا عم نحكي بمبادرة لنشوف إذا بيقطع أو ما بيقطع. يعني طرح الاسم وشفنا وين وصلنا. بدهم يحكوا بموضوع مين الوزراء وما مين الوزراء؟ لا، أنا برأيي هذا كلام إعلامي. وطبعا حقهم الإعلاميين يكتبوا اللي بدهم إياه، لأنه وصلت الأمور إلى حد أنه الناس اعتبرت، بعض الأشخاص اعتبروا أنه خلص صار تسليم بالأمر الواقع. مش عالميين بس بالآخر أنه في جو استزئيلين وجد أنه خلص، وكأنه هذه التسوية مشيت، وكأنه الأمور خلص على السكة، وأنه هي مسألة ساعات أو مسألة أيام وبتنتهي القضية. عظيم. يعني الجو بدأ هيك. بس مين بيقول بكرة النواب مين بده يضمن؟ مين الضمانة؟ يعني مين هون عنده؟ هون السؤال أنه يعني إذا 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 كان النائب سليمان فرنجية بإطار الحديث اللي كان عم يحكى أنه عنده ضمانة أنه هو يصل إلى رئاسة الجمهورية، ما هي الضمانة أن يصل الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة؟ طيب في شيء استطرادا بهذا الإطار، أنا بدي أسلم جدلا، عطوه وعد للرئيس الحريري وعمل رئيس حكومة، إذا تم تشكيل الحكومة نهار التنين، مين بيقول الثلاثة بحكم التركيب السياسي بالبلد يلي ما رح تتشكل كلها لصالح فريق واحد، مين بيقول ما يرجعوا يجتمعوا بمكان معين يقدموا استقالاتهم ويقولوا له تتذكر وقت اللي كان الرئيس الحريري فايت على البيت الأبيض، أثناء دخول البيت الأبيض اجتمعوا وزراء حركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب الله بالرابي وأعلنوا استقالتهم، فات رئيس حكومة وظهر رئيس حكومة تصريف أعمال. يعني مش هناك عم نقول مع مين؟ مين اللي وقع على إعلان بعبدة؟ حزب الله وقع أو لم يوقع؟ نعم وقع في بعبدة، على بعبدة بقصر بعبدة على إعلان بعبدة. شو اللي صار؟ هلأ عم بيقولوا بعدين صرنا نسمع أنه روحوا غلوه واشربوا ميته. فإذا ما في حدا اليوم بلبنان قد ما يكون هالقد شأنه عظيم يقدر يعطي ضمانة بالكبير أو بالصغير، بالمكرو أو بالميكرو. فكيف بده يضمن الرئيس الحريري؟ مشان هيك قلت وجزمت أنه لا الوزير فرنجي فات بهذا السجال، وأنا رأيي، ولا الرئيس الحريري أكيد طرح هذا الموضوع، لأنه اثنيناتهم بيعرفوا أنه على الأقل من حيث الشكل بدنا نحافظ على الأصول الدستورية. نائب جنبلاط حكي عن تلاقي مصالح غريب وعجيب بين قوى 14 أو بعض قوى 14 أدار وبعض قوى 8 أدار على رفض هذه التسوية. لك أنا يعني أنا صراحة بحترمه للأستاذ وليد جنبلاط جد، ووليد جنبلاط من الأشخاص يلي لهم فضل على 14 أدار، ووليد جنبلاط يلي عمل بصمة فعلا بثورة الأرز. وبفترة من الفترات زعامة وليد جنبلاط طلعت من المختارة وصلت للقبيات ولعندقت، فاتت على كل بيت، وفعلا بمرحلة من مراحل صار وليد جنبلاط زعيم وطني ولم يعد زعيم درزي. وطبعا هذا الدور أنا بتمنى له إياه أنه يلعبه، بس هو عاب الوزير جنبلاط على كيف تلاقت إرادة بعض الأحزاب يلي هن متناقضين من حيث العقيدة ومن حيث المبدأ حول رفض ترشيح سليمان بيك فرنجية. طيب هو بيعرف انه السياسة منا جامدة، سياسة متحركة في لبنان، انه اذا سائبت اليوم حزب الله يصمت لانه ما عطى بعد موقف، وسائبت انه العماد ميشيل عون ودكتور سمير جعجع تلاقت المصلحة المشتركة بانه يرفضون هذا المرشح، وين المشكلة؟ طيب ما انت يعني وليد بيك جنبلاط بعده مرشح أوري حلو وداعم، يعني مرشح اثنين، يعني اليوم أنا بالصرف العملي إذا بدي أحط موشات قول وليد جنبلاط عنده مرشحين مارونيين، سليمان فرنجية وأوري حلو. اللي بيوصل منهم بيكون طب يقول بيكون بس إنه ما بحط حدا على الأوناتندون، يعني بالسالداتانت بنترو وبشوف شو بعمل هونيك إذا زبطت هون، وبعيب على الآخرين إنه كيف التقيته، خير ليش ما بدك يلتقوا؟ شو اللي بيمنع أصلا بالمستقبل يقعد دكتور سمير جعجع وسيد حسن نصر الله؟ مين بيقول إنه في مانع يحول دون ذلك؟ ما في شيء بيمنع. مين بيقول إنه خلال 24 أو 48 ساعة سمير بيك فرنجي يعمل زيارة على معراب يلتقى بدكتور سمير جعجع؟ طالما صار لهم سنين في لجنة تنسيق مشتركة بين القوات اللبنانية وتيار المرضى، وعم بينسقوا على تقريبا على المستويات على الأرض،
وانتجوا فعلا عطيوا نتائج مرجوه، وقفت المشاكل وبطلنا عم نشوف في تشنج والى اخره. بالسياسه كله مسموح ضمن اطار المبادئ والمسلمات اللي كل واحد بيامن فيها. استاذ إلي محفوظ رئيس حركه التغيير، بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.